معلومات وأخبار يومية. تفضلوا بالاشتراك في القناة والضغط على زر لايك لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. الجزائر، العلاقات مع فرنسا تدخل أزمة جديدة بسبب البوليزاريو. دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية في أزمة جديدة في ظرف جد حساس يطبعه بعد اشتعال حرب الذاكرة بين البلدين إثر رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم الاعتذار عن الماضي الاستعماري. وبينما كانت الجارات الشرقية تنتظر خطوة إلى الأمام من باريس حول الحقبة الاستعمارية، فاجأتها النسخة الإلكترونية لمجلة لوبوان الفرنسية بمقال قالت فيه إن ولاية تندوف منطقة تقع تحت سيطرة جبهة البوليزاريو الانفصالية. وجاء في المقال الإخباري أن الجيش الجزائري أقام منذ أيام مناورات عسكرية في ولاية تندوف التي تقع على الحدود مع المغرب وتحت سيطرة جبهة البوليزاريو. وأغضب المقال النظام العسكري الجزائري الذي طالب الصحيفة الفرنسية بتقديم اعتذار على ما وصفه بالانحراف الخطير.